بعد نجاح جينيسيس في تقديم فئات فخمة، الآن تقدم لنا جينيسيس GV80، وهو يعتبر أول SUV من جينيسيس. المواصفات فخمة، أيضا تزويده بأنظمة أمان عالية، بالإضافة إلى الأداء الرياضي، وهذا اللي راح يخلي جينيسيس GV80 منافس شرس في سوق الـSUVs الفخمة. طبعا نحب نوضح، قبل كان في عندنا هيونداي جينيسيس، الآن شركة جينيسيس اشتقت، أو خلينا نقول هي تبع هيونداي لكن صارت الفرع أو البراند الفخم من هيونداي. احنا نتكلم عن الانجينيرينج، يعني لان هم داشين قوه برينت انجينيرينج. شوفوا الكواليتي، شوفوا اللي هنا انا قاعد اشوف، هني سوفت تاتش ماتيريالز، ما في بلاستيكات، حتى البلاستيك لو بتكلم عن بلاستيك هنا اجود انواع البلاستيك، مو اي بلاستيك بعد حاطين لك يعني. فهذه الدقه اللي موجوده في جي في 80، وهو اول جيب من جينيسيس الحين. الانتيريا طبعا مثل ما قلنا سيارة ولا أروع، يعني أنا اللي قاعد ألاحظ مثل ما قلت سوفت تاتش ماتيريالز هني، تشوفون التطريز الجلد هني معطين مياه على الطبلون، تماشي مع الطبلون بالكامل هني. ننزل على سنتر كانسل، الخشب الفخم مطفي، يعني مو أي نوع حاطين لي بعد. يعني أشوف أنا سنتر كانسل كلين، شلون من كلين يعني على قولتهم، او ما في الدقم المعقده وايد، كل شيء واضح امامي. هذا يعني تشوفون هنا الكنترول مال الشاشه ونظام الانفورميشن، هذا الجير شيفتر، طبعا ما في الجير خلاص انتهى الحين، كله جير الكتروني. بسيط جدا يعني، راح يكون بالدايل بي، انتهى الموضوع. عندنا الاوتو هولد، هذه ميزه جدا ممتازه، متى تكون ماشي مثلا وقفت عند اشاره بامكانك انت تشيري لك، تقدر يرفع السايد بروحه، دوس بنزين تمشي السيارة ما عندك أي مشكلة. وعندنا هنا طبعا أنظمة الدرايف والتيرين راح نشرحها بعد شوي. فهذا بالنسبة حق السنتر كانسل هنا الداخلية. أما أنظمة القيادة فتم تزويدها بأنظمة متطورة تستمتع فيها حتى في الطرق الوعرة. هنا عندنا طبعا الدرايف تيرين، السيارة أتي بنظام All Wheel Drive، أو اللي يسمونه The Smart All Wheel Drive. شلون الطريقة؟ أنت تختار من وضعيات القيادة اللي تناسبك. يعني على سبيل المثال أنا الحين دخلت ضر، راح أحط وضعية الأوف رود مثلاً. أنا قاعد أمشي مثلاً بسيارة مثلاً اللي هي كان في مثلاً مطرة أو كان في انزلاق أو كان في كذا، أنا يعني أضبط الشاسي وأضبط الدرايف ترين اللي موجود عندي هنا بالسيارة. بالإضافة ممكن أنا أستخدم الوضعية الرياضية إذا حبيت أعطي السيارة شوي أداء رياضي سبورت، هذا سيارة أساساً يعني حتى تصميمها سبورتي أكثر. فأنا هذا اللي عجبني فيها، أنه ميكس ما بين سبورت ما بين استخدام عائلي ما بين SUV، يعني الكومبينيشن اللي سووه جداً جداً ممتاز في السيارة. فهذا بالنسبة حق نقاط التحكم الموجودة عندي، وكونها سيارة عائلية يعني تظل أنها هي رياضية لكن لكجري سبورتي، لا ننسى أنها فاميلي. ومؤخراً يعني جينيسيس اساسا ركزت على الفاميلي بطريقه مو طبيعيه، فلذلك السياره تحتوي على اماكن تخزين جدا مهمة. فعندي اول شيء مساحه تخزين هنا يم السائق، اوكي. ثاني شيء عندي الدرج اللي موجود عندي هنا، اوكي. في عندي USB 2 USB، وعندي اتوقع حق SD، ما اعتقد هنا SD، اوكي. في عندي 2 كاب هولدرز هني، حتى الطريقة اللي مسوينها يعني شوفوا الديتيلز، ها يعني حاطين لي كروم هني حتى حول، يعني ما اهملوا الشقة هذا، قالوا لا ما لها داعي، يلا لا مدققين على كل صغيرة وكبيرة في السيارة هذه. فعندي مساحة تخزين هني 2 كاب هولدرز، اوكي. نرجع الحين حق السنتر كونسول نشوف هذا شلون تبطل، اوكي. طبعا تبطل على جهتين هني بس انا ضيعت الدقمة. عندي مساحة تخزين هني وعندي مساحة إضافية ما شاء الله وايد كبيرة هني، فممكن اني اخزن فيها يعني بطل ماي او سناكس او التليفون مثلا او الاغراض المهمة هني. وكونها سيارة عائلية فالاهتمام بالامان
جدا جدا مهم خصوصا في جي في اي تي. لما نتكلم عن الامان في سيارة جينيسيس، طبعا جينيسيس يعني خطت خطوة كبيرة وحققت نجاح كبير في السيفتي، وهذا ايضا اهتمام شركة هونداي الام نفسها، لان مثل ما احنا شايفين سيارة مزودة بانظمة مساعدة للسائق. اوكي طبعا الحين السيفتي ما نبي نتكلم على ايرباك، ما ايرباك هذه موجودة تقريبا بكل السيارة، لكن احنا نتكلم عن الانظمة الذكية اللي موجودة في السيارة. فعندنا نظام مغادرة تحذير مغادرة الحارة، عندنا نظام الفورورد وارنينج كولوجن اللي هو نظام تحذير الاصطدام. اوكي ايضا في عندنا الادابتيف كروز كنترول اللي هو الرادار وذ ستوب اند جو فانكشن، ممكن تطلبه. ايضا عندنا يعني السيفتي فيتشرز اللي فيها جدا ممتاز، لدرجه انه تعتبر واحده من السيارات اللي حققت فول مارك في اختبارات السلامه. لذلك تركيز جينيسيس على الامان جدا 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 يعني استثمروا فيه بطريقه مو طبيعيه، وكانت النتيجة اللي هي واحدة من أأمن سيارات الـ SUV أو الفاميلي SUV اللي موجودة عندنا الآن في السوق اللي هي جينيسيس. أما الجلوس في الخلف فمثل ما قلنا إحنا سيارة عائلية 100%. بالنسبة لي أنا يعني هذا وضع الجزء المالي صراحة، لو أتكة واحدة بس ليه قدام أنا راح أكون مرتاح، لكن أنا ساند ريلي لأن الماتيريال سوفت، فلما أسند ريلي ما قاعد أسند على بلاستيك، لا مرتاح يعني ما عندي مشكلة. وحدات التحكم الموجودة عندي هنا تدفئة وتبريد حق المقاعد الخلفية، شوفوا الميزة حتى الباسنجرز حتى الركاب الخلفيين ما أهملوهم. فعندي تحكم درجة حرارة on off auto تدفئة وتبريد، عندي هنا 2 USB بالإضافة إلى فتحة شحن اللي هو 12 فولت، تكييف هنا عندي فتحات ما عندي مشكلة. عندي إضاءة القراءة هنا اللاج. أوكي عندي أنا غلطان مدلعين آخر دلع، شوفوا مناظر صغيرة هذه مصممة يعني حق خصوصا العنصر النسائي راح يستمتع بالقعدة ورا هنا. وكونها SUV عائلية فمساحة التخزين جدا مهمة وتعتبر الأفضل من ضمن فئتها. فعندنا أول شيء 12 فولت سوكت إضافي في الخلف، بالإضافة إلى شبكة وعلبة إسعافات أولية، أيضا طي المقاعد إلكترونياً.